أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان له من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث: هل من تاب من الدعوة إلى الباطل وقد انتشر هذا الباطل يتوب الله عليه، أم ينقذف عليه هذا الوعيد في هذا الحديث؟ من تاب تاب الله عليه، وكان يدعو إلى الضلال تاب، صار يدعو إلى الحق تاب الله عليه، لكن عليه أن يعلن توبته للناس، وأن ينقض إذا كان له كتر أو كان له أشرطة مسجلة دعوة الباطل، فإن عليه أن ينقض هذه الكتب وهذه الأشرطة بكلام يظهر فيه تراجعه، حتى لا يحتج أحد بما مضى منه. فإذا صرح وبين فإنه يكون قد برأ نفسه، أما إذا سكت الناس يحتجون بما مضى منه ولا يدرون أنه تاب، أو لا يصدقون أنه تاب،